بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو لقاؤنا الأسبوعي يتجدد عبر مجلتكم مجلة فيض الوطن، والتي نبرز من خلالها مشاريع السدود والمياه في وطن العطاء. مرحبا بكم. في إطار التعريف بالمشروعات التنموية والاستثمارية بالبلاد، قام وفد من المستثمرين الصينيين بزيارة تعريفية لسد مروي ومشروع إعادة توطين المتأثرين من قيام سد مروي بمنطقة أمر الجديدة. وقفوا خلالها على عظمة الإنجاز وثمرة العلاقات الصينية السودانية. عقد المهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود اجتماعا مع مدراء الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تم خلاله مناقشة كيفية تحسين شبكات الكهرباء في ولاية الخرطوم وبقية الولايات بالبلاد، إلى جانب تأسيس الشركة والتي تعتبر من أهم شركات الكهرباء وتمثل واجهة الدولة نحو المواطنين. ذاكرنه الله اكبر، انت الامام في الكتب ذاكرنه الله اكبر. شوفوا قول عمر البشير لو ما سام انه الله اكبر، والله قد لم تسلم من سيفه هناك لو تجنه. قام الأستاذ أسامة عبد الله محمد الحسن وزير الكهرباء والسدود، يرافقه كل من المهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود، والمهندس محمد حسن أحمد الحضري وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، بزيارة لولايات غرب وجنوب وشمال دارفور للوقوف على مشاكل محطات الكهرباء وشبكات التوزيع بكل من محطات توليد الجنينة والنيالة والفاشر. نحن نفتكر بهذه الزيارة، دائما هذه الزيارات الميدانية الغرض منها هناك إشكالات حتى يتم معالجتها بصورة واقعية، وهذه الزيارة تدي دفعة قوية للعاملين في هذه المحطات وللشركات التي تعمل، إذا كان في محور التأهيل أو في المحور الإسعاف أو في المحور لمعالجة الصورة بصورة مستدامة. فالحمد لله توقع أن بعد هذه الزيارة ينطلق العمل في ثلاثة هذه المحاور في هذه الولايات الثلاثة، حتى إن شاء الله يتحسن الإمداد الكهربائي في الأيام القادمة ويتحسن بصورة كبيرة ومكتملة في فترة قريبة إن شاء الله. وأكد الوزير أن العمل يجري في ثلاثة مسارات بتلك الولايات في إطار تأهيل وصيانة المحطات الموجودة ووضع بعض المعالجات الإسعافية لها لزيادة إنتاجية الكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات جديدة بالولايات الثلاث ليتم إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة دائمة ومستقرة في ولايات دارفور خلال الأشهر القليلة القادمة. من ناحية أخرى، أكد وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله محمد الحسن اهتمام وزارته بالطاقات الجديدة والمتجددة في كل المجالات، وأن أول موقع في السودان لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح سيبدأ العمل فيه بعد اكتمال الدراسات بنيالة. سعادتنا تكتمل بأن الزيارة ميدانية وزيارة عملية من المطار إلى وابرات الكهرباء، واجتمعنا مع الأطيام الفنية ومع الخبراء، وتم الوقوف على احتياجاتنا العاجلة من الكهرباء، وتم التأمين على كل ما تم طلبه من ناحية الوابرات ومن ناحية وصوله ومن ناحية الوقود. والحمد لله الآن الأخ الوزير تم شراء مكنتين جاهزات بتدي 3.2 ميجاوات، إضافة للمكنات الموجودة أصلا والتي تجري الصيانة الآن. مسألة الوقود تم تأمينها تماما، ووجهوا ترحيل هذه الوابرات أيضا بالطائرة
من الأبيض ومن الخرطوم بأسرع ما يمكن. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية السدود والحفائر، كل البرنامج الذي تم تقديمه بواسطة وزارة المياه أو وزارة الموارد المائية والبيئة قد تم قبوله تماما، والأخ الوزير طلب المزيد من السدود وطلب المزيد من الحفائر وطلب مننا ثلاثة أشياء ينبغي أن نسلمهم المواقع خالية من النزاع، ينبغي أن نعمل على تأمين الخبراء الذين سيأتون، وينبغي أن تكتمل الإجراءات في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بإمداد الشبكة القومية للكهرباء لولايات دارفور، أشار الوزير أسامة عبد الله إلى توقيع عدد من العقودات لمد الكهرباء لولاية جنوب كردفان، والتي بدورها ستكون مقدمة لدخول الكهرباء لولايات دارفور. فيما يتعلق بالكهرباء، واحدة من الهموم الأساسية التي لا تستطيع الحياة أن تسير من دونها، باعتبار أنه لا يوجد تعليم فيه قيمة، ولا يمكن أن تحدث تجارة فيها قيمة، أو تنمية اقتصادية فيها قيمة، أو علاج فيه قيمة، أو حتى حياة عادية في كل مجالاته فيها قيمة من غير كهرباء. الكهرباء ما عادت مكمل، ما عادت من الكماليات، الكهرباء عادت من الضروريات في حياة الناس. ومعلوم أنه المحطة بتاعت الكهرباء محطة قديمة في الفاشر، لكن بحمد الله حصل لها شيء من الصيانة وبقت الآن تلبي نسبة معقولة من المطلوب. لكن المحطة الجديدة عشان تكتمل، وبالموقف الذي شهدناه من الأخ الوزير طمأننا جدا في أنه تكتمل خلال فترة قليلة، بالإضافة إلى الخط الناقل الكبير. فنحن حقا بنفتكر أنه زيارة قيمة جدا، زيارة مفيدة جدا، زيارة أدت غرضها وفتحت لنا كثير من الأفاق وثبتت لنا كثير جدا من الأمل بخطوات حسبنا أنها جادة جدا أو نحسب أنها جادة جدا من الأخ الوزير ووزير الدولة. وفي مجال حصاد المياه، أوضح الوزير أنه تم الالتزام بإنشاء 4 سدود جديدة في كل من ولايات غرب وجنوب وشمال دارفور، و4 حفائر جديدة، إلى جانب تأهيل وصيانة السدود والحفائر القديمة وتحديد دراسات لعدد من السدود والحفائر بعد الدراسات والمسوحات الأولية. قمنا بحمد الله سبحانه وتعالى بصحبة الأخ وزير الكهرباء والسدود بزيارة الولايات دارفور الثلاث للوقوف على احتياجات هذه الولايات في مجال حصاد المياه المتمثلة في عمل السدود والحفائر لاستفادة من مياه الأمطار وديمومتها بغرض الزراعة وشرب الإنسان والحيوان. والحمد لله سبحانه وتعالى هذا الخريف مبكر، ونحن بدينا استعداداتنا قبل وقت كافي بالتنسيق مع حكومة هذه الولايات، أولا فيما يتعلق بعمليات القياس على الأودية الكبيرة لمعرفة التصريف بغرض الدراسات والتصميم، وأيضا الوقوف على احتياجات الولايات حسب أولوياتها. وشملت هذه الجولة ولاية غربي دارفور وولاية جنوب دارفور، والآن نحن في ولاية شمال دارفور بنختتم هذه الزيارة بزيارة هذا السد، سد جولو. وده سد حقيقة يعني تم إنشاؤه في 1947 بغرض توفير المياه لمدينة الفاشر، تعتمد عليه اعتماد كلي، وهو بمر السنين تأثر ويحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة. بقت الخطة الواضحة بالنسبة لنا هي إنشاء عدد من السدود في كل ولاية، 4 سدود على أودية كبيرة، و4 حفائر بسعات تخزينية عالية، بالإضافة إلى صيانة 4 سدود قائمة وصيانة 4 حفائر قائمة، بالإضافة إلى دراسة السدود المنهارة لإعادة تأهيلها، ودراسة كل ما يمكن عمله في مشروعات حصاد المياه في مستقبل الأيام إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن خطة هذا العام تنحصر فيما ذكرت في هذه المشروعات في كل ولاية. الآن هذه الجولة الغرض منها الوقوف على الاحتياجات وتأكيدها، ومن ثم البداية العملية إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء الخريف بإذن الله سبحانه وتعالى. في مطلع يناير من العام 2002 جاءت زيارة الصينيين للمدينة السكنية بسد مروي. Thank you.
ست حفائر بولاية شمال كردفان بمحليتي سودري والنهود تتهيأ لاستقبال مياه الخريف لهذا العام بعد اكتمال العمل فيها. تتواصل الجهود من إدارة مشاريع حصاد المياه بولاية شمال كردفان، حيث جاءت الزيارة التفقدية للمهندس محمد الحسن الشيخ مدير الإدارة العامة للمشروعات المصاحبة بوحدة تنفيذ السدود لعدد من الحفائر والمشروعات بتلك المناطق. في جولة تستغرق 3 أيام لمشروعات حصاد المياه في ولاية شمال كردفان، محلية سودري ومحلية النهود. نقول بحمد الله تعالى العمل في 6 حفائر جرى بصورة طيبة جدا. اكتمل حفير الوفاق وإن شاء الله بقية الحفائر بتنتهي خلال 5 أيام ل10 أيام بالكثير. دي هتعمل إضافة كبيرة جدا في كمية المياه المخزنة إن شاء الله تعالى لصالح الإنسان والحيوان في هذه الولاية الطيبة. ستضاف حوالي 650,000 متر مكعب من المياه في هذه الحفائر في محلية سودري، وحوالي 102,000 أو 106,000 متر مكعب في محلية النهود في حفير الكبرى. إن شاء الله تعالى ده يعني يساعد مساعدة كبيرة جدا في استقرار الإنسان في هذه المنطقة، وإن شاء الله تعالى يعني تظل هذه المياه من هذا الخريف إلى الخريف القادم يعني سند وعضد لإنسان المنطقة. حوالي 650,000 متر مكعب من المياه سيتم إضافتها بمحلية سودري من الحفائر، و 106,000 متر مكعب في محلية النهود في حفير الكبرى، مما يساعد على استقرار حياة مواطني تلك المناطق. الحمد لله سأل الوادي بتاع جمام الحتة اللي احنا واقفين فيها ده الوادي قريب، يمكن عملية بتاعت 20 سنة المياه هتخش الحفير. الحفائر دي كلها طبق الأصل، الحفير بتاع تنة، الحفير بتاع الجمام، الحفير بتاع الوفاق، والحفير بتاع مصنيطة، والحفير بتاع بالتنبحر، والحفير بتاع الكبرة. عندنا 6 حفائر والحمد لله بدأ شغل فيها متأخر شوية لكن مشت، يعني تكاد تكون الساعة في طور التشطيب، كل الباقي لها زي أسبوع أو أسبوعين نخلصها إن شاء الله ونستلمها. الكل يتدافعون وهم في سباق حميم مع السحب التي بدأت تتجمع إيذانا بالخريف، لا تثني عزائمهم الصعاب ولا المعاناة، والصغار من أهل المنطقة يترقبون في شوق شديد إكمال العمل في تأهيل الآبار السطحية وتركيب الصهاريج الحديثة ليودعوا عهدا انطبعت أثاره على الأخشاب من أسطح الآبار من العمل البدائي، وهم يريدون الماء بالدواب ليعودوا اليوم أدراجهم والسعادة تغمر وجوههم وقد انطوت كل صفحات المعاناة وبدأت رحلة التنمية والبشريات. بذا نكون قد طوينا آخر صفحات هذا العدد من مجلة فيض الوطن. حتى الملتقى الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل. لمزيد من المتابعة والاطلاع يمكنكم زيارة الموقع على الإنترنت diu.gov.sd. إلى اللقاء.